أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين للطمع في إسلامه؟ هل يجوز استقدام الكافر إلى بلد المسلمين للطمع في إسلامه؟ استقدام الكافر إذا كان يرجى إسلامه نعم، وإن أحد من المشركين استجاره أجره حتى يسمع كلامه. إذا كان يطمع في إسلامه فلا بأس أنه يستجلب ويسمع القرآن ويفقه في الدين لعله يقبل الحق ثم يرجع إلى بلده. نعم.